ها الاخوان ديالنا كما قلنا لكم الفرق اللي كاين هو ديال 22000 درهم و725 درهم، 22000 و725. بالنسبه للاخوان ديالنا حنا عطيناكم هذه التكلفه هذه ان شاء الله بدون غش بدون اي حاجه. حنا الحمد لله كنديروا هذا الشيء هذا من قلبنا، كنديروا شي حاجه كنجمعوا حتى كنجمعوا على خاطرنا والقلب ديالنا، كنجمعوا شويه مره شويه، كنديروا معلومات الاوليه من البلان، ثانيا مع مول الدار كنشترك مع مول الدار، ثالثا كنقيد داك الشيء اللي داز كنحسبوه مع الحد حتى هو كيكون متبع معنا نهار كيسالي، كنقول لك ها شنو ضربنا في هاد الفونداسيون او في هاد الدار شحال داتنا شحال داتنا، باش حتى حاجه ما كنضيعوها، كنجمعوا المعلومات وكنزلوها ونقدموها لجميع الناس اللي كيتابعونا داخل الوطن وخارج الوطن. راه كيما قلت لكم دائما كنعطيكم شي حاجه كنعطيكم صحيحه، راه بلا كذوب بلا شي حاجه، ها الكاشي ثانوية مكاشية بلا بدون نفاق. الحمد لله الناس اللي كيتابعوا معنا عندنا الثقة ديالهم فينا. نهار جديد مع فيديو جديد، كنتمنى من الله تكونوا كاملين على خير وبخير وصحة جيدة رب العالمين. الإخوان ديالنا كما كنوعدكم دائما بالجديد إن شاء الله يا ربي، كل مرة كنقدموا لكم شي حاجة اللي هي في مستوى، هذه المرة إن شاء الله يا ربي الناس اللي كيسولوا على التكاليف، حنا الحمد لله كنعملوا واحد المجهود ديالنا باش نقربوا لكم شي حاجة اللي هي تستافدوا منها جميع الناس اللي كيتابعونا بكامل الثقة ديالهم فينا داخل الوطن وخارج الوطن. كنشكر جميع الناس اللي كيتابعوني ودائما كنقول لك عملنا الدوفيات، عملنا التكاليف ديال كل واحد وشنو خصو، كل واحد وشنو غادي يخدم، كمية 200 120 80 60، حنا الحمد لله جبنا لكم واحد التكلفة ونقارنوا لكم ما بين هاد القطعة هادي وهاد القطعة هادي. عندنا قطعة في طنجة فيها 86 مترو، وعندنا حنا وحدة هنا في تطوان، تطوان تاهي فيها 86 مترو، نفس المتراج نفس الخدمة تقريبا، كيبقى لنا هو الفرق اللي كاين ما بين هذا المهندس وما بين المهندس الاخر، ما بين هذه الارض هذه وما بين الارض الاخرى، كل حاجه شنو اختلاف لا في الحفر او لا في الحديد ديالها او لا في جميع المواد كتبان اختلاف، الا الحمد لله في الخدمه ديالنا. انتما كتعرفوا الخدمه ديالنا بحال هذا الفيديو بحال هذا الفيديو بحال هذا الفيديو، الخدمه جميع الخدمه اللي كنخدموا كما كتابعوا معنا بحال بحال الحمد لله الخدمه ما كاينش الفرق. هذا الشيء اللي كنطلب منكم حتى نتوما خصكم دعمونا باشتراك اللي باقي ما اشترك معنا، خلينا اللايكات ديالكم دائما فضلا منكم وليس امرا مني. كنشكر جميع الناس اللي عملوا الثقه ديالهم فينا، نتمنى من الله ما نطولش عليكم هذا الفيديو هذا، فيه بزاف ديال الاستفاده. الحمد لله غتتبعوا الحمد لله غتتبعوا معنا، حنا غادي نعطيكم جميع المعلومات ديال هاد التكلفه ديال هاد القطعه ديال الارض طبله الارض، غادي نعطيكم ضلال الارض شنو الفرق اللي كاين، هي 86 متر بحال هذه بحال هذيك، ولكن الفرق من الفرق حنا نعطيكم جميع الفرق اللي كاين، تابعوا معنا خليكم تابعوا ديالنا. بسم الله على بركه الله، نعطيكم الدوفي كما وعدناكم دائما كنوعدكم بالجديد. ان شاء الله يا ربي نعطيكم الدوفي ديال القطعه الارضيه اللي فيها 86، وحده في طنجه وحده في تطوان، 86 86 بحال بحال. بالنسبه للاختلاف اللي وقع لنا في المواد اللي دخلت بالنسبه ما بين طنجه وتطوان، حنا نعطيكم معلومات ديالها وجميع التفاصيل ديالها. كاين واحد الفرق اللي هو 27000 درهم وشي حاجه، حنا نعطيكم الفرق ديال علاش باش جا الفرق ديال 27000 درهم. هذه ديال تطوان فيها سيناج واحد، وديال طنجة فيها دوبل سيناج دوبل لونغرين، هادشي باش جا الفرق ديال الحديد وبزاف جا الفرق، كاين واحد الفرق. بالنسبة للسيما ما كاينش فرق بزاف، بالنسبة للحفير جا واحد الفرق كبير، تا هو حنا نعطيكم المعلومات ديالو. غنبداو لكم هذه ديال تطوان، هذه ديال طنجة، هيا هنا عندنا الدوفيات بجوج بهم، القطع بجوج بهم ديال 86، غنبداو لكم تطوان إن شاء الله يا ربي. بالنسبة لتطوان غنبداو لكم العدد، العدد الحديد عندنا 73 برا، 73 برا ديال 12 هي اللي الحديد راه واصل، كنا نجيبوه ما بين 10 دراهم و70، 10 دراهم و50، ما بين 10 دراهم ونص حتى 10 دراهم و70. المهم 10 دراهم و70 كتجينا هنا 8025 درهم. بالنسبة للطوناج كتجينا فيه 750 كيلو. نجيو للحديد العشرة، داتنا 31 برا، بالنسبة ل 31 برا الحديد العشرة تا هو جات الثمن، الثمن راه بحال بحال 10 دراهم فاصلة 70، راه الحديد كيلعب ما بين 10 دراهم و70 10 دراهم ونص، دابا حاليا راه هبط شوية 10 دراهم و30. بالنسبة للمجموع ديالو جاتنا 2675 درهم، بالنسبة للوزن ديالو 250 كيلو. نجيو للحديد ديال ستة، حديد ستة جاتنا 67 برا، 67 برا اللي هو كيجي ب 11 درهم، الحديد ديال ستة راه دائما كيكون زايد واحد شوية، راه كلشي كيعرفو، 11 درهم. بالنسبة للمجموع ديالو جاتنا 2200 درهم، بالنسبة للطوناج جاتنا 200 كيلو. نجيو هنا الحديد ديال 8، حديد 8 جاتنا 40 برا هنايا،
40 براق قسمناها تقريبا عطاتنا شي 100 كيلو، 192 كيلو تقريبا جوج القناطر. هي الثمن ديالها تا هو 10 درهم فاصله 70 بالنسبه للكيلو. بالنسبه للوزن ديالو جاتنا 180 كيلو، كما قلنا لكم المجموع ديالو 1926 درهم. غنجيو لهنا الاسمنت، اسمنت عندنا 5 طن فاصله 5 105 الخناشي اللي هو الثمن ديالها 81 درهم سيبات 45. المجموع ديالها 8505 درهم. كما قلنا لكم عندنا هنا الحجر 20 متر، 20 متر 130 درهم، الثمن ديالو 130 درهم المتر. بالنسبه للمجموع ديالو، المجموع ديالو 2600 درهم. جينا البوربو، البوربو اللي هو الرمله ديال الكاريان، كاين بعض الناس اللي منطقه الشمال راه كيعرفوا البوربو، منطقه اخرى راه كيهضروا هي الرمله ديال الكاريان. حتى هو الثمن ديالو 140 درهم، 140 درهم جاتنا 2800 درهم بالنسبه ل 20 متر. عندنا 20 متر ديال الكاياس حتى هو 140 درهم جاتنا 2800 درهم. بالنسبه للسلك عندنا 20 كيلو 17 درهم، السلك راه كيلعب ما بين 15 16 17 جاتنا 340 درهم. نفس الثمن ديال المسمار حتى هو عندنا 20 كيلو جاتنا 340 درهم، المسمار حتى هو راه كيعمل 17 درهم. بالنسبه للحفر، الحفر هنا كاين الفرق، غنجرو الفرق كبير، كاين الفرق ديال واحد 12000 درهم. اسمحوا لنا لكن شويه ديال الريح صراحه، نتمنى والله الفيديو يطلع مزيان. بالنسبه للحفر ما بين الحفير والطمير جاتنا 3000 درهم، 1500 درهم للحفير 1500 درهم ديال الطمير باش رجعنا طرب لاصو. بالنسبه للصرف الصحي اللي هو الويدان او القادوس جاتنا 1000 درهم. البيطون كنا خدمنا، جبنا واحد 12 متر جاهزه نصيبنا بها الضاله الارض، جاتنا 9120 درهم، 9120 درهم اللي هو الثمن ديالو كنحسبوه لنا ب 760 درهم بيطروا حسب طبلة الارض ماشي بيدو او بيئه. جبنا بيطروا عطاتنا كما قلنا لكم 760 درهم، توتال ديال 9120 درهم. بالنسبه للمجموع، المجموع جاتنا 45000 درهم و 331 درهم، 45000 و 331 درهم. هذه طبلات الارض ديال تيطوال، قطع ارضيه اللي كتحتوي هي تيطوال، قطع ارضيه كتحتوي على 86 متر، زائد اليد العامله. اليد العامله ما دخلناهاش هنايا، بزاف الناس كيتسالوا على اليد العامله، اليد العامله راه ما ندخلوهاش، ما عمرنا ندخلوها اصلا. اللي بغى شي حاجه مرحبا به باش نخليو دائره مفتوحه لاي واحد الله يسهل عليه، اي معلم باش ما نديروش مشاكل مع جميع الناس، لا مالين الديور ولا ما المعلميه او مقاولين او الشركات، ولا كل واحد شنو عنده، كل واحد باش كيتفاهم مع صاحبه، كل واحد هادشي اللي كاينه. دابا نعطيكم الصور ديالها واللقطات ديال القطع ديال ان شاء الله يا ربي، خليكم تتابعوا معنا. نعطيكم طبلة الأرض أو ضالة الأرض، هي عندنا واجدة الحمد لله، إن شاء الله يا ربي كتسنى غير البيطون يجينا. نعطيكم جميع التفاصيل ديالها، القطعة اللي كتجي فيها 86 متر، اللي هي كتجي في مارتيل زئة كلثوم، الناس ديال تيطوان راه كيعرفوا زئة كلثوم، الناس اللي ما كيعرفوش كيعرفوا مارتيل. بالنسبه للاخوان ديالنا دابا بداو في القطعه ديال طنجه، قطعه ديال طنجه حتى هي نعطيكم غيكون الفرق كبير صراحه، لا بالنسبه للحديد ولا بالنسبه الا السيما، راه السيما راه جات تقريبا بحال بحال، عندنا شويه الفرق ديال الحديد والحفير. المهم غنبداو على بركه الله، بسم الله على بركه الله. عندنا الحديد ديال 12، الحديد ديال 12 عندنا 100 برا، 100 برات حتى هو الثمن بحال بحال تقريبا، ما بين طنجة وتطوان الحديد راه بحال بحال، 10 درهم فاصله 70، نقدروا نجبروه واحد المرة جبناه ب 10 درهم ونص، حنا درنا 10 درهم فاصله 70، هي ما تلفنا نجيبوها حنايا. بالنسبة للمجموع ديالها كتجي 10700 درهم، عندنا
حديد ديال 12 فيه طون تقريبا طون، حنا عملنا طون. بالنسبه للوزن كما قلنا لكم طون هو فين هو. بالنسبه للحديد 10 حتى هو 10.70 درهم. بالنسبه للمجموع ديالو 7169 درهم، 7169 درهم، كتجي 670 كيلو، 690 كيلو. بالنسبه للحديد 14 عندنا 25 بارة، 25 بارة ديال 14، كتجي الثمن ديالو هو 10.70 درهم، راه بحال بحال. الثمن ديالو 4387 درهم. الطوناج 410 الكيلو، بالنسبه للطوناج 410 الكيلو. عندنا هنا الحديد ديال 6، حديد 6 راه كاين الفرق مضروب على 3 ولا على 4 تقريبا، على 4. لاقاش هادي كما قلنا لكم فيها دوبل سيناج دوبل لونغرين، وراه ماشي ساهل باش كيكون دوبل سيناج دوبل لونغرين. هاد لونغرين ديالها كبارين، هاد الشيء علاش جات الحديد زايد بزاف على الاخرى، على 86 اخرى، الفرق اللي كاين ما بين طنجة وتطوان. كما قلنا لكم 300 بارة، 300 بارة 6، اخرى دات 67 بارة، هادي 300 بارة، راه كاين واحد الفرق كبير صراحة. 300 بارة الحديد هو الحديد 6 كيكون زايد واحد شوية الثمن ديالو كما سبقنا قلنا لكم 11 درهم، 11 درهم. بالنسبة للمجموع ديال الفلوس ديالو شحال جات فيه التوتال؟ 8910، 8910 درهم. بالنسبة للطوناج 810 الكيلو، 810 الكيلو تقريبا طن نقص، 810 الكيلو. بالنسبة للحجر، الحجر عندنا 20 مترو، 20 مترو 130 درهم، 130 درهم المترو. عندنا 20 مترو جاتنا ب 2600 درهم. عندنا الكاياس تا هو 20 مترو، الثمن راه كاين واحد الاختلاف ديال واحد 10 دراهم ما بين طنجة وتطوان، أو 20 درهم تقريبا بعض المرة. الكاياس خلاه ب 150 درهم، 150 درهم. عندنا 20 مترو كتجينا ب 3000 درهم. بالنسبة للبوربو أو الرملة الكاريان، هادشي باش خدمنا غير الرملة الكاريان والكاياس، ما كنخدموش الرملة حتى البني عاد كنبداو نخدموها شوية. بالنسبة للبوربو عندنا تا هو 150 درهم، 20 مترو 3000 درهم. بالنسبة للحجر الحفر، الحفر عفوا، الحفر عندنا 15000 درهم. شوف شحال الفرق كاين هنا، الفرق ديال 12000 درهم ما بين طنجة وتطوان، ولكن ديال طنجة كان فيها الطراب بزاف، راه زدت المهم خرج الطراب بزاف منها. ديك الساعة نوريكم الأساس ديالها والحفير ديالها شحال دات، راه الناس متبعين الفيديو ديالها، راه دات الحفير بزاف صراحة، كانت عالية وهبطنا عاد لتحت. 15000 درهم اللي هو الفرق ديال 12000 درهم ما بين تطوان وطنجة. بالنسبة للسلك 25 كيلو، 17 درهم، جاتنا 425 درهم. بالنسبة للمسمار 25 كيلو، 17 درهم، 425 درهم. الصرف الصحي حتى هو راه بحال بحال، 1000 درهم جاتنا بحال تيطوان بحال طنجة. بالنسبة للمجموع جاتنا هنا 67000 درهم و 956 درهم، 67000 درهم و 956 درهم. هذه القطعة ديال طنجة، القطعة ديال طنجة حتى هي راه فيها 86 مترو بحال طنجة بحال تطوان. كما قلنا لكم اللي كاين الفرق هو هذا الفرق اللي وقع ما بين طنجة وتطوان، هو هذه المواد ديال طنجة زايدة والحفر، الحفر ديال 12000 درهم والحديد راه زايد عليها. هذا الشيء اللي كاين، أما السيما تقريبا بحال بحال والخدمة راه بحال بحال. وكنتمنى من الله ربي يوفقنا في هذا الدوفي هذا، ونكونوا ما لو وقع شي غلط أو شي هضرة مختلفة، كنتمنى من الله اي واحد يسمح لنا، ولا وقع شي غلط ضروري كيوقع الاغلاط، نتمنى من الله يكون حتى شي غلط. هادشي اللي كاين، خليكم تتابعوا معنا الفيديو، وما تنساوش تدعمونا نتوما بالاشتراك ديالكم، ديما كنقولها لكم. وبعد الفيديو حنا كنعملوا مجهود كبير، مجهود كبير بهذا الشيء هذا باش كنقرب لكم هاد الفيديوهات هادو، كنبغيوش كل نهار ننزل لكم فيديو. الاخوان ديالنا كما قلنا لكم الفرق اللي كاين هو ديال 22000 درهم و725 درهم، 22000 و725 درهم الفرق ما بين طنجة وتطوان. ها هي فينا هي، عندنا كما قلنا لكم 67956، وهنايا 45331، زائد اليد العاملة. اليد العاملة دائما كنقولها لكم، اي واحد يضرب على راسو مول الدار يتشطر على راسو، والسيد اللي غيخدم معاه مقاول او تاسرون او شركة حتى هو كيتفاهم، كل واحد كيضرب على راسو، اي واحد الله يجيب له التيسير. هادشي اللي كنتمناو من الله، وخليكم تتابعوا الفيديو ديالنا، حنا نعطيكم جميع اللقطات لا ديال طنجة ولا ديال تطوان. تمام عليكم، غير تتبعوا معنا وتدعمونا باللايكات.
الاخوان ديالنا وصلنا لمرحله نهايه الفيديو ان شاء الله. كنتمنى من الله الفيديو يكون عجبكم وتكونوا على حسن الظن ديال الجميع وكون تقدموا لكم شي حاجه بمستوى. الحمد لله كندير هادشي بقلبنا وكنقدموا لكم اي حاجه درنا كنقدموها لكم بقلبنا. وانتم كنتمنى من الله يعجبكم الفيديو وما تبخلوش علينا. اللي باقي ما اشترك معنا راه كتجبر الفيديو كيطلعوا ثقالين، ولكن الحمد لله حنا كاع الناس اللي كيدخلوا عندنا الله عمرها سلعه. كتجبر واحد الفيديو فيه غير التفاهه الخاويه، كتجبر الناس طوب طالع، كتبغي الفيديو اللي عندو شي محتوى زوين بحال ديالنا وجميع الناس اللي بحالنا. راه الحمد لله كاين الناس اللي عندهم محتويات في المستوى صراحة، كتبغي المساكن كيعانيو من هادشي هذا، ولكن حنا الحمد لله هاد القناة درناها ماشي على سبيل الربح ديالها، حنا درناها باش نخدمو بها. الحمد لله حنا الأمورين ماشيين مزيان، هادشي اللي كنتمنى من الله والناس كيعملو الثقة ديالهم فينا. كنشكرهم جميعا، تهلاو على فراسكم، اللايك، نتمنى اللايكات، شكرا جزيلا، عامكم.